انطلقت هذا الشوط، فتحت البوابات وانطلقت على بركة الله هذه الجياد والأفراس المنتجة محليا بعد استبعاد قلاع من المشاركة. هذه الجياد والأفراس عمر الثلاث سنوات التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة تتنافس على جائزة مطلق المغير بيرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز الطيب الله ثراه. مشاهدينا الكرام، الانطلاقة تبدأ من ركود في المركز الأول الآن من الداخل، ويليها الكاتم وكذلك صبي التوحيد وأيضا اللحوس من الخارج في انطلاقة في هذا الشوط. أعزائنا المتابعين الكرام، من الداخل كما نتابع ركود ومن الخارج محاولات للتقدم من صبي التوحيد من نسل أعلام والكاتم في المركز الثاني على ما يبدو. متابعة من عساس، الأسماء المرشحة تظهر في هذه الأثناء مع المنعطف الأول. مشاهدين الكرام، صبي التوحيد ابن أعلام ولو مطرق البن ابن التاسو، والتقدم يأتي الآن مشاهدين من ابن لهوم الكاتم للمركز الثاني، في متابعة أيضا من عساس في المركز الثالث، ومحاولات من الخارج وشاهدة على ما يبدو من رامان ومن بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط. مشاهدين الكرام، اللحظات الحاسمة والدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية، والتقدم يأتي من الخارج من رامان وأيضا ثلاثي خط المقدمة، والتقدم يأتي من عساس في هذه الأثناء للمركز الأول إذن، والتقدم كذلك يأتي من نماس في هذه الأثناء. مشاهدين الكرام، يتقدم إذن نماس، يبتعد ويوسع الفارق إذن نماس في المقدمة. ابن جولد كامب في مشاركته الثانية يسجل الانتصار الأول في سجله.